الرحلة اليوم إن شاء الله من الطفالين جبل درسة البينية، جينا تن الحدود الطريق د بني سالم على العين د عين زرورة هي نتاحل، والطريق هذه اللي كديه اش كيقولوا السرور والعنصر. دابا اختصرنا واحد الطريق باش نخرجوا نفحص المهار. هي طريق طنجة الرئيسية بين تطوان وطنجة، راه السد التالي اللي كنسيبوها في الطريق وكيكون فيه حتى الطيور. هاد الطريق هي اللي ماجية اون فاس بغارتنا، هذا هو الفيلاج د العلاوية. هاد
هذه كدانه، هذه كدانه، هذه القبيله دوا درس. تما فين كاين السوق القديم باتجاه هذاك فين فرافر فوق، تحت منه كاين الفندق وتحت منه كاين عين الحصن. وهذاك اللي كتشوف البنايات فيها شويه ديال الحمار وكذا، هذاك هو خميس لانجره. الحمد لله حنا قرابين فحص المهار، باقي لنا نصف كيلومتر ان شاء الله ليه.